السلام عليكم، معكم نبيل من روك بويمه. جيت اليوم غنقدم لكم لا فالنسيا VC104 سي او بلاك. باش كتميز هاد لا غيتار سي كو هي الكترو كتبرونشا وفيها واحد سيستيم امبليفي اللي زوين بزاف، يعني فيها اكوردور فوليوم وعاد كتحكم في الباس والميدل والتريبل ديالك. يعني وبالنسبه لو بري ديالها هاد لا غيتار هادي راه مناسبه بزاف لاي واحد باغي اون غيتار كلاسيك اللي غادي برونشيها افيك امبليفيكاتور، راها صالحه بزاف. ودابا ندوزو ونديرو ان بيتي تيست باش نسمعو لو صون ديالها سواء افيك ميكرو سواء برونشيها بجاك امبليفي. دابا شفنا لا ريزونانس ديالها كي دايره. مرحبا بكم، كان معكم نبيل من روك بويمه.